قال أمير المؤمنين عليه السلام: من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. ذكر الرضي في معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر وإن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا. واليدان هاهنا عبارتان عن النعمتين، ففرق عليه السلام بين نعمة العبد ونعمة الرب، فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة، لأن نعم الله سبحانه أبدا تضعف على نعم المخلوقين أضعافا كثيرة، إذ كانت نعمه تعالى أصل النعم كلها، فكل نعمة إليها ترجع ومنها تنزع.